بمناسبة احتفال الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر بمرور 100 عام على تأسيس إقليم الأراضي المقدسة، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريرك للاتين في الأردن قداساً إلهياً، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية في الصوفية بعمان. المزيد في سياق هذا التقرير. احتفلت الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر بمرور 100 عام على تأسيس إقليم الأراضي المقدسة، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن في كنيسة العذراء الناصرية وسط العاصمة عمان. عاون سيادته في الصلاة المونسنيور ماورو للي القائم بأعمال السفارة البابوية في عمان وكاهن الرعية الأب أنطون هريمات وجمع من الآباء الكهنة بحضور الرئيسة العامة الأم ماريا والرئيسة الإقليمية الأخت إلين فرح وعدد كبير من الراهبات والسفير الإيطالي فابيو كاسيزي. وتأمل المطران الشومالي في عظته بعد الإنجيل عن مفهوم الوحدة الكنسية انطلاقا من العائلة بعيدا عن تجارب الانقسام القاسية، وذلك من خلال قوة عليا تفوق قدرتنا وهي التي تأتينا بنعمة حلول الروح القدس في الكنيسة. كما وتطرق سيادته إلى جوانب خدمة مؤسسة الراهبات الفرنسيسكانيات انطلاقا من مصر وإلى أرجاء المسكونة كلها. فكلما اقتربنا من الله في الصلاة، كلما اقتربنا من الله في سماع كلمته، كلما اقتربنا من الله في حفظ وصاياه، كلما اقتربنا من الإخوة، والعكس صحيح، كلما ابتعدنا عن الله كلما زاد الجفاء والتجافي بيننا وبين من نعيش معه. إجمالاً، حوادث الفشل في الزواج، حوادث الفشل الزوجي تتم في العائلات التي تضعف فيها الممارسة الدينية والصلاة العائلية. تلك خبرة لا نستطيع أن ننكرها. فالعائلة التي تصلي معاً يوم الأحد، العائلة التي تحافظ على صلاة عائلية، هي عائلة مصونة ومحمية من تجارب الانقسام والفرقة. ولا يمكن أن تكون هذه الوحدة مجرد ثمرة جهد بشري، فمهما حاولنا أن نقترب من الآخرين وأن نعيش الوحدة فليست ثمرة جهدنا البشري وحده. نحن بحاجة إلى قوة من العلا، لهذا وعد يسوع بإرسال الروح المعزي الذي سيقيم فينا وسيبقى معنا إلى الأبد. الروح القدس الذي يسكب في قلوبنا بالعماد بالميرون وفي كل مناسبة نحتفل بها بالعنصرة مثلاً، إن الروح القدس يجعلنا نختبر حب الله بشكل ملموس. هذا الروح يقيم فينا وهو جزء منا، وتسميه الليتورجية هو ضيف نفسنا الأنيس، إنه فينا ونحن الهيكل الذي هو يسكن فيه. وعندما يسكب الروح في قلوبنا سنختبر ما قاله يسوع في هذا المقطع من صلاته إلى الآب: في ذلك اليوم تعرفوني أني في أبي وأنكم في وأني فيكم. وبعد تقديس القرابين والتناول من الأسرار الإلهية، هنأ الأب هريمات راعي الكنيسة راهبات الفرنسيسكانيات على احتفالهن مقدما لهن باقات من التهاني القلبية، وقدم شكره لفضائية نورسات مكتب الأردن على مشاركتها في نقل الاحتفال عبر شاشة نورسات وتيليلومير التي قربت الجميع لله. وبعدها توجه سيادة المطران مع الأخوات الراهبات لقاعة الكنيسة لتقبل التهاني باليوبيل المئوي للرهبنة. على تأسيس
وتزامنا مع احتفالات الراهبات الفرنسيسكانيات بمرور 100 عام اليوبيل المئوي على اعتماد الكرسي الرسولي للرهبنة في الأراضي المقدسة، رعى سيادة المطران الشوملي حفلا مسرحيا حمل عنوان الأم البيضاء من إعداد وتنفيذ طلبة مدرسة راهبات فرنسيسكانيات، حيث أقيم العرض على مسرح المدرسة. حضر الاحتفال عدد من الآباء الكهنة والراهبات وجموع من طلاب المدرسة وأهليهم، حيث قدمت قبيل العرض المسرحي كلمات عدة أشادت بدور الرهبنة وخدمتها في الأراضي المقدسة. إن محبة القريب الصميمة تحمل على نسيان المرء لنفسه والتفكير في حاجة الغير، لذا استوجبت محبتها وطاعتها لنداء الرب بأمانة أن يعلنها القديس البابا يوحنا بولس الثاني طوبوية، واستحقت ما قاله بوصفها. استطاعت الأم كاترينا أن توفق بين الحياتين النسكية والإرسالية، حياة كلارا وفرانسيس، فكانت المرسلة في الحياة النسكية والمستغرقة في التأمل في ميادين الحياة الإرسالية. وبعدها قدمت طلبة عرضا مسرحيا حمل مسيرة حياة القديسة كاترينا مؤسسة الرهبنة منذ ولادتها، مرورا بخدمتها ورسالتها وخدمتها الإنسانية وحتى نياحتها. وبعد العرض الذي نال إعجاب الحاضرين، وزعت الرئيسة الأم ماريا أيقونة تذكارية تحمل صورة الأم كاترينا، عربون شكر ومحبة لكل من شارك في هذا العمل المميز. هلأ رسالة حياتها كانت عبارة عن رواية موجودة حاطين فيها سيرة حياتها، عملناها كسيناريو مسرحي. هلأ هو شوي أخذ صعوبة معنا لأنه يختلف عن أي عمل درامي تاني، يعني الأعمال الدرامية ممكن أنت تضيف من عندك شغلات، إحنا لا، كنا مقيدين بروحانياتها. عندها روحانية كتير كانت كبيرة، يعني لو بدنا نلخصها صراحة ما بتيجي في مسرحية، بتيجي بأكتر من أجزاء لها. حاولنا ناخد نسلط الإضاءة على أكتر إشياء مهمة في مسيرة حياتها. الأم كاترينا يعني ما بعرف شو بدي أحكي عنها صراحة، من أول ما بلشت أكتب عنها وتعرفت عليها ودخلت برساليتها، وأنا كوني معلمة في مدرسة رهبات الفرنسيسكانيات كان إلي يعني دور كتير كبير ودور يعني عميق، أنه هلأ أتعرف على رهباتي أكتر، أفهم مفهوم رسالتهم، مفهوم الرسالة اللي بيحملوها بعد الأم كاترينا. إحنا اليوم كان عندنا مسرحية الأم كاترينا بمناسبة المئوية لتأسيسها للشرق الأوسط. طبعاً المسرحية أخذت منا كتير تدريبات وكتير وقت، إحنا بلشنا نتدرب فيها بأيام المدرسة يعني أيام الدراسة، وكانت إنه واجهتنا صعوبات لأنه كان عندنا امتحانات وإنه خلال أيام العطل نجي نتدرب، بس كانوا المعلمات كتير متعاونين معنا والرهبات، وروح الأم كاترينا كانت تساعدنا وإنه يعني تعطينا طاقة وأمل عشان إنه نتشجع ونعمل هالمسرحية. واختتم اللقاء بصورة تذكارية مع سيادة المطران والراهبات وفريق عمل مسرحية الأم البيضاء.